يعني البلد اللي أعيش به وغارع العدو اللي هو ظالمني هو مضطهدني. فهذا الشيء ما أقدر أقوم نيابة عن الشعب الإسكندروني وأحمل راية العروبة وأروح أطرح هاي المسألة، أو أتبنى موضوع سبتة ومليلة اللي محتلتهن مثلا إسبانيا من أراضي مغربية وكذا. فيجب أن ننتبه لهذه الأمور ولا يعني نزج انفسنا وندخل انفسنا بامور وقضايا اللي بالواقع كان بالامس المفروض احنا نرى او اي موقف تجاهنا، حتى بالتالي هنا الان حاليا مثلا نجي ونتبنى هذه الامور اللي يعني احنا في غنى عنها. شوف للتنظيم، أي تنظيم سياسي المفروض يدرس ظروف شعبه، الظروف اللي تحيط به يعني إقليميا، الظروف العالمية، وبالتالي يضع برامجه على هذا الأساس حتى يستطيع أن يتجاوب ويستطيع أن يحقق شيء من أهدافه وتطلعاته. ايضا حضرتك اشرت الى الموضوع بما يكفي، ولكن يعني رغم هذه التوضيحات اللي حضرتك اشرت اليها، ولكن هناك العديد من التنظيمات الاهوازيه ايضا متبنيه هذا النوع الخطاب، اي الخطاب القومي العروبي، والتنظيم الوحيد المستثنى من هذين التنظيمات هو حزب التضامن الديمقراطي. وايضا حضرتك اشرت يعني هناك يعني ما شفنا شيء من يعني القوميين العروبيين، ولكن يعني شفنا احنا هناك على سبيل المثال مثلا بعض القنوات العربية اللي هي تنادي بالخطاب القومي العروبي ايضا وقفت تجاه الاهوازيين، بما فيها قناة الاي ان ان، يعني القوميين والعروبيين ايضا وقفوا بجانب يعني الاهوازيين والتنظيمات الاهوازية. يا ترى يعني التنظيمات الاهوازية اللي اتبنت هذا الخطاب يعني لانها يعني تحصل على دعم ام ما هو؟ شوف اخي، هو من حق اي تنظيم يتبنى اي فكره اللي هو يقتنع بها، يعني هذا من حق اي انسان يتبنى اي فكر، يعني اي ايديولوجيه. احنا ما مختلفين على يعني هناك تنظيم سياسي يتبنى فكره معينه، لكن احنا نقول يعني منذ تاسيس اول تنظيم سياسي عندنا تبنى الفكر القومي العروبي، لكن يا ترى ماذا جنينا من هذا التمسك بهذا الفكر القومي العروبي؟ هل تمكن هذا الفكر وحاملين هذا الفكر ان يتعاطوا مع القضيه، ان يقدمون شيء للقضيه؟ احنا نشوف يعني كل المنظمات، التنظيمات، الحركات السياسيه العروبيه اللي تؤمن بالفكر القومي العروبي يعني عدها موقف تجاه قضيتنا، باعتبار انه النظام اللي احنا نقارعه، النظام اللي احنا يعني مواجهينه هو النظام الايراني، يعتبرونه نظام صديع، يعتبرونه نظام حليف، يعتبرونه نظام شقيق، وبالتالي يجب ان مساعدة هذا النظام والوقوف إلى جانبه باعتبار يشكلون جبهة واحدة ضد ما يسمونها بالإمبريالية العالمية أو الاستعمار وكذا. فهي القضية وما فيها قضية مصالح، يعني إحنا لا يمكن نتبنى هذا الفكر اللي إذا تتذكرون حضرتك تتذكر المؤتمر القومي العروبي اللي تشكل بالمنامه قبل سنتين. نعم. احد الصحفيين سال رئيس المؤتمر قال له اين القضيه الاهوازيه من مؤتمركم الموقر؟ فاجاب عليه رئيس المؤتمر انه اثاره هكذا قضايا هي تخدم الإمبريالية وتخدم أمريكا وتخدم إسرائيل وتخدم العدو
لأنه إيران صديقة وحليفة وشقيقة إنا، وإحنا نشكل جبهة واحدة بوجه الاستعمار العالمي وبوجه الإمبريالية العالمية وهكذا. لو ما يصل الأمر للقضية الأهوازية هناك يعني شوف أو مثلا عقد من بعدها بست أشهر انعقد مؤتمر القوم الناصري في القاهرة، وأنا اللي قريت يعني التقرير انه حضروا في المؤتمر 10-12 من نشطاء عربنا الاهوازيين المتبنين الخطاب القومي العروبي، حضروا المؤتمر. فعند كلمة ختام المؤتمر اللي توزعت اللي قرأت هناك في المؤتمر، اشروا على كثير القضايا اللي تخص في الشأن العربي، بالقضايا العروبية، القضايا اللي يعني شتى القضايا ما يخص بالوطن العربي والأمة العربية. لكن عندما وصلوا للقضية الأهوازية مجرد بشكل خجول مروا على القضية الأهوازية، وهي هاي صادفت أيام الإعدامات اللي كانت إيران تقوم بها بحق نشطاء الشعب العربي الأهوازي والمناضلين الأهوازيين في تلك الفترة. وحتى من أجل أنه شوية يعني من أجل وجود